السلام عليكم. قبل كل هذا، قبل لا افرح بال 20 مليون واصور رده فعلي وانزل مقطع ال 20 مليون، لازم اخلص الشيء العظيم اللي راح يسويه بعد ان نقدر نفرح بال 20 مليون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا جماعه؟ ان شاء الله طيبين، بشروا لي عن حالكم. 2020 شهر 12 تاريخ 3 نزلت مقطع عنوانه 10 مليون استفهام. المقطع هذا قلنا فيه علشان فرحه ال 10 مليون راح نسوي مشروع خيري ربي يجعلها في ميزان حسناتنا، مشروع خيري نتكفل فيه بفرحه ال 10 مليون باذن الله الواحد الاحد بعلاج 1000 انسان مصاب بماء العين ولا يرى. والحمد لله بعدها بيوم بثينا بث جميل بثلاث ساعات عالجنا فيه فوق ال 1500 انسان وليس فقط 1000. ابو فله ومتابعيه وجميع المتبرعين على هذا الجهد لمساعده المحتاجين في المجتمع السنه. تبارك الله ما شاء الله بين بدمرن قسين ما امكي قس ما بين بدبير فام بروبلم موت. انا فرحان قوي، فرحان بهذه العمليه الجراحيه التي حسب ما قيل لي اجريت باللازر. ومو بس كذا، سوينا اشياء جدا كثيره ربي يجعلها في ميزان حسناتنا، قصه جميله جدا عشناها في اليوتيوب بكثير من المشاريع الخيريه اللي يا رب ربي يجعلها في ميزان حسناتنا. بنينا مسجد، بنينا بئر ماء، كفلنا ايتام، بنينا بيوت للاجئين، كان الهدف 20 بيت، بنينا 57 بيت. فيك اخونا حسن الله ويبارك في كل المتابعين، سيبنى هنا 57 سكنية. اشترينا حقائب مدرسية ببداية السنة الدراسية وساعدنا الطلاب ماديا ايضا، بنينا مستوصفين في منطقتين جدا سيئة صحيا. يا الهي يا جماعة شكرا لكم. الشكر ليس فقط للناس اللي دفعوا، لان مو الكل عنده المادية عشان يتبرع، وليس فقط للدالي على الخير، لان الدالة على الخير كفاعله، مو بس فقط الشكر لك، الشكر لكل شخص وصلني للمكان اللي فيه انا حاليا. كل تعليق، كل لايك، كل مشاهده، كل شغله بسيطه سويتها لي خليتني فيها اتحمس واكمل واوصل للمراحل اللي انا فيها واسوي الاشياء هذه او نسوي الاشياء هذه، شكرا لك. المهم يا جماعة ما ابي اطول المقطع هذا، اليوم نحن في 2021 شهر 10 تاريخ 28، بعد مرور فوق 10 شهور من المقطع ال 10 مليون استفهام، اليوم نزل لكم المقطع هذا اللي عنوانه 20 مليون استفهام. المهم يا جماعة المقطع قصير وما ابي اطول عليك يا عزيزي المشاهدة، ابي اوصل الكلام هذا. بالتعاون مع المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR اعتمدنا المشروع الخيري هذا، لأن يا جماعة أخواننا وأشقائنا يحتاجون. إحنا في الخليج نحب الشتاء كثير، لأن الصيف يكون جدا حار، في الشتاء يكون الجو جميل، عايشين بالنعمة والحمد لله وربي يديم هالنعمة، نستأنس ما نخاف من الشتاء والجو البارد، العكس نطلع كشتات ونطلع برا ونقعد ونستأنس وغيرنا قاعد يعاني. يوجد ما يقارب 3.3 مليون لاجئ يحتاج للمساعدة في الشرق الأوسط، في سوريا أو أردن أو لبنان أو تركيا أو عراق أو مصر أو يمن. تخيل معي يا عزيزي وعزيزي المشاهدة أن هم في مدار السنة كلها وقاعد يعانون، ما يوصل لهم الطعام الكافي ولا الدواء ولا الدفء اللازم. فتخيل معي يا عزيزي أن يأتيهم فصل الشتاء اللي بالنسبة لهم هو جحيم. شتوية قاسية، يعني يجينا مطر، يجينا برد، يجينا هواء، يعني تجينا عاصفات، احيانا نحط حتى اللي فرشه اللي تحتنا فوقنا وما ندفع. بتمنى اولادي يقدروا يدرسوا ويتعلموا، بدهم دفى وبدهم اكل وبدهم لباس وبدهم طب، يعني منين بدي اجي يا جماعة. لازم نحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها، وما ننسى ان هذول هم اخواننا واشقائنا، والدنيا دوارة يا جماعة، راح نسأل عنهم. ما احنا ضامنين اي شيء في هالدنيا، يمكن بكرة راح نكون احنا في مكانهم نحتاج المساعدة. فبكل بساطة يا جماعة، ادري طولت عليكم، انا اسف، ما ابي اطول المقطع هذا لان المفروض انه يكون المقطع هذا قصير. قررت مع منظمة UNHCR ان نسوي بث خيري، حملة خيرية نجمع فيه، ان نجمع مبلغ مليون دولار. انا عارف يا عزيزي المشاهد المبلغ جدا كبير، بس باذن الله راح نجي. مبلغ المليون دولار راح يغطي ما يقارب 5715 عائلة، ما يقارب تقريبا فوق 17000 إنسان، من ناحية دفء، طعام، دواء ومكان للعيش. طول فترة الشتاء من شهر 11 اللي راح ندخل فيه بعد يومين بإذن الله إلى شهر 1 بداية السنة الجديدة. جماعة أنا أدري، والله أدري، أدري أن كثير منكم شايف المبلغ جدا كبير وما راح نقدر نسكره أو صعب، بس بقول لك شيء واحد، صدقني راح يتسكر المبلغ هذا وراح نجيب المبلغ هذا حتى لو كان مليون دولار. تدري ليش؟
لأن أهل الخير موجودين. الحمد لله المبالغ اللي جمعناها في جميع المشاريع الخيرية من بديت أسويها والحمد لله أنا وياكم مع بعض بيجعلها في ميزان حسنات تعدت ووصلت حدود $2,000,000. والحمد لله كل ما نسوي مشروع يتقفل لا ونزيده ويتقفل مرة ثانية لأن أهل الخير موجودين بإذن الله الواحد الأحد. وأهل الخير موجودين إن راح نجيب $1,000,000 وراح نساعد فوق 5,000 عائلة ما يقارب فوق 17,000 إنسان لاج يحتاج للمساعدة. البث بإذن الله راح يكون 8:00 PM ووعد مني يا جماعة ان البث هذا والله العلي العظيم اني ما راح اوقفه الين نوصل للمليون دولار. انا ادري اللي قاعد اقوله مجنون يا جماعة بس انا مالي دخل انا بسوي مالي دخل. بكل بساطة فكرة البث كالآتي مثل فكرة بث 10 مليون راح ابث امامكم. اعيد واكرر انا ادري الشيء هذا جدا مجنون يمكن البث راح ياخذ 5 ساعات 10 ساعات يوم يومين 3 أسبوع 2 أسبوعين. هل راح تقدر تستمر لكل هالوقت هذا؟ اي نعم راح اقدر والله يا جماعة العظيم استمر بالبث واذا جاني النوم لعذاب هنا قدام واكل هنا واغسل وجهي هنا واقضي حاجة لا ما ينفع اقضي حاجتي. واخر شيء بقول له الدال على الخير كفاعل يا عزيز وعزيزة مشاهدة اذا ما عندك المال ان شاء الله يكون عندك النشر باذن الله انشر فالدال على الخير كفاعل. بكرة شباب بكرة الساعة 8 اشوفكم يمكن بعد 8 هذه راح اظل انام هنا لمدة شهر قدام ما ادري. المهم بكرة اشوفكم يا شباب. الروابط تحت بالوصف لمعلومات اكثر للمنظمة عشان تتأكدون في كثير حساسين من ناحية المنظمات الخيرية بس المنظمة روابطها تحت بالوصف تتأكدون فيها بكل شيء وايضا الرابط تحت بالوصف اذا ودك تتبرع من الان. بكرة اشوفكم يا شباب باذن الله. ال20 مليون هذا والمقطع البث هذا راح يكون من افضل الاشياء اللي سويناها بحياتنا. السلام عليكم.